السلام عليكم، مش اخباركم؟ جميلة الهوني في اخر ظهور لها على قناة شوف تي في قالت بانها ما كتضامنش مع سعد المجرد. بالنسبة لسعد المجرد، انا لا اتضامن مع اي مغتصب كيف ما كان النوع ديالو. لا اتضامن مع شي واحد كيعنف ولا كيغتصب مرا ولا كيتحرش برا، ما يمكنش نكون متضامنة معاه نهائيا. انا في نظري جميلة كان عليها تبقى ساكتة لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. القضاء مازال ما قالش كلمته الأخيرة لأنه مازال استئناف.